حالة من القلق تخيم على بعض أولياء الأمور والطلبة في مدينة جدابية كحال غيرهم في المدن الليبية الأخرى بسبب إشكالية نقص الكتب الدراسية التي شابت ملامحها منذ انطلاقة العام الدراسي الجاري، في حين لم تبادر وزارة التربية والتعليم بتقديم حلول أو بدائل حفاظا على مستقبل الطلبة في عامهم الدراسي الحالي. حقيقة نحن عانينا معاناة كثيرة لأننا نوفر الكتب المدرسية، أصبحنا نتنقل من منزل لمنزل عشان نأخذ كتب من الطلبة اللي ناجحين من سنة لسنة عشان نوفروا الكتب المدرسية. وفي شيء آخر اللي هو طباعة المنهج، يعني نأخذ منهج مدرسي ونطبع. أنا ممكن عندي إمكانية أن نطبع منهج لعيالي، لكن فيه ناس أخرى عندهم 4 و5 طلبة فما عندهم مش إمكانية. تجنبا لأي عراقيل قد تواجه الطالب أو المعلم في عدم وجود الكتاب المدرسي والذي قد يستمر طوال العام، بادرت بعض إدارات المؤسسات التعليمية في مدينة جدابية إلى وضع خطط لحل إشكالية نقص الكتب الدراسية وتوفيرها بالقدر الممكن. نحن تو بدينا عام دراسي جديد ولكن بدون كتاب مدرسي، والمدرسة إن شاء الله بإذن الله بادية في تصوير المناهج بإذن الله، ونرجو في أي بادرة من وزارة التعليم بأساس بخصوص كتاب مدرسي والأبلات والمعلمات قائمات بواجبها بجلب الوسائل وجلب المعدات لتعليم الطالب وتوصيل المعلومة. وإن شاء الله بإذن الله الكتب نقوله إذا كان مجلش من الوزارة نحن بنطبعه إن شاء الله بإذن الله. قمنا بتصوير ممكن الباب الأول أو الباب الأول والثاني حتى قدوم الكتاب المدرسي. طبعا فكرنا في فكرة أخرى هي تواصل اجتماعي أو تعليم عن بعد. وجدنا أن بعض أولياء الأمور ما عندهمش حتى تواصل على النت. معاناة يتمنى الجميع ألا تتكرر كل عام دراسي، وفي غياب حل حتى الآن أو معرفة أسباب وجود الكتاب المدرسي الذي يباع في المحال وعلى الأرصفة بينما يفتقده الطلاب في المدارس. عمر الفاخري، تلفزيون المسار، جدابي.